السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المشهد، ونناقش فيها موضوع حراك مجلس الشيوخ المناهض للتعديلات الدستورية المرتقب إجراء استفتاء حولها في 5 أغسطس المقبل. نناقش هذا الموضوع مشاهدينا الكرام مع ضيفنا الكاتب الصحفي المدير الناشر لموقع مراسلون أستاذ سيد محمد البلعمش. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. انحراك متزايد داخل مجلس الشيوخ، البعض يصفه بأنه نضال اللحظة الأخيرة بشأن موضوع التعديل الدستوري، كيف تقرأه؟ صحيح، هذه توصيف موفق، ونضال من أجل البقاء، لأن يبقى هذا المجلس هكذا يراه الرأي العام، أما أعضاء المجلس فيرون أنه نضال من أجل الشرعية والدستورية، آخرون يرون أنه حب للذات، حب للوظيفة. من الزاوية التي تنظر بها تجد قراءة أخرى. أعتقد أن هذا الوصف من أكثر التوصيفات حيادا، هو نضال اللحظة الأخيرة. كنا نظن أن نضال من الشيوخ سيكون أكثر تسارعا من هذا وأكثر تفاعلا من هذا، يبدو أنه سيتواصل بهذه الطريقة إلى أن يتوقف بنتيجة الاستفتاء. هذه اللحظة التي جاء فيها يعني هذا الحراك المتسارع بعدما تم يعني قرار إجراء استفتاء حول التعديلات الدستورية، لا يعتبر انتصارا للذات ودفاعا عن البقاء أكثر منه موقف قانوني أو دستوري أو غير ذلك؟ هم هذا هو رأي المدافعين عن الحكومة، رأي الحزب الحاكم، يقولون إن الشيوخ يريدون مناصبهم وأنهم لا يدافعون عن شيء، يدافعون عن كراسي، عن مناصب. أما مجلس الشيوخ فيرى أنه يدافع عن شرعية دستورية وقوانين تحكم النظام في الجمهورية. الجديد أن هنالك شيوخ لم يتكلموا من قبل، على الأقل في الإعلام شاهدناهم في الجلسة الأخيرة، جلسة وزير التجهيز، لدينا سناتير ولاة مولاي إدريس، قال إن وصف الاستفتاء بأنه غير دستوري وغير قانوني وغير أخلاقي، وقال أنهم سيرفضونه وسيظلوا يرفضونه، وقال إنه لا يمكن في رد، يبدو في السياق يبدو أنه رد على كلام وزير التجهيز، أنه لا يمكن مقارنة مجلس الشيوخ بالمجالس التي تحدث عنها الوزير. الوزير طبعا طلب الرد، ولكن رئيس المجلس رفض أن يعطيه فرصة الرد على السناتير. أعتقد أن هنالك باستثناء المجموعة القليلة 20 التي صوت للتعديلات، هناك شبه إجماع في هذا المجلس على الوقوف أمام التعديلات، ولكنه يبقى وقوفا إعلاميا، وقوفا ما لم يعزز بحراك، يعني تلاحظ أنه منفصل عن القواعد الشعبية، منفصل عن المهرجانات. هؤلاء الشيوخ لا يقومون بمهرجانات، لا يقومون بنشاطات تعبوية، يظهرون في القنوات التلفزيونية، لكن التركيز على مساءلة الوزراء وعلى طرح يعني بعض القضايا التي لم يكن بإمكانهم طرحها لو كانت الأمور يعني سارت بمسارها الطبيعي، على الأقل انطلاقا من التجربة الماضية لهؤلاء، يعني مثل هذا الحراك لائحة سيؤثر. هذا سيؤثر في يترتب تأثيره على سرعة الانتهاء من الاستفتاء أو عدمه. إذا كان سيطول بحيث تظهر نتيجة الاستفتاء سيكون لا قيمة له، أما إذا كان سيتسارع بسرعة ويعطي نتائج وإحراجات ويصرف الرأي العام إلى هذه المواضيع بالضبط، فإنه سيكون مؤثرا. أعتقد أن تأثيره سيبقى إعلاميا، كما قلت لك هم لا يقومون بنشاطات تعبوية. هناك شيء آخر يتعلق بموقفهم من الاستفتاء نفسه، هم يقولون الاستفتاء غير شرعي، وهذا يعني أنهم قد يقاطعون الاستفتاء. إذا كانت قواعد ستصوت بلا، هذا قد يكون أكثر إحراجا للسلطات، أما إذا كانت ستقاطع فما يهم السلطات هو عدد المشاركين، بالتالي إذا كان الأغلب المشاركين صوت لصالح التعديلات فإن ستمرها وسيكون
الرأي الجديد هو أن الإجماع أهم من إجماع الأمة، أهم من الدستور، وبالتالي يتم عليه اعتماد التعديلات الدستورية. الجديد أيضا هو لجان التحقيق، وهذه محاولة أعتقد أنها لإحراج الرأي العام. من المؤكد أن المعلومات الكافية ليست موجودة لدى الشيوخ. هناك من يتحدث عن فساد عام، ولكن لا توجد لديه وثائق، ولا توجد لديه حسابات، أرقام حسابات بنكية وأرصدة بنكية وغير ذلك تثبت ذلك. إذا كانت توجد مثل هذه الوثائق، فإن الأمر قد يؤثر على الرأي العام، وقد يحرج السلطة الحاكمة بحيث أنها حملت لواء مكافحة الفساد وها هي وثائقكم. أعتقد أنه لو كان لدى أعضاء مجلس الشيوخ مثل هذه الوثائق الهامة لقاموا بمد الإعلام بها من أجل مزيد الإحراج. نلاحظ دائما في موريتانيا أن الإعلام يصل إلى معلومات تضر بالنظام أكثر من المعارضين أنفسهم، والمعارضين يقومون. من المؤكد أن عما قريب المجموعة الشيوخ التي كانت في الحزب الحاكم ومن الأغلبية ستعلن أنها معارضة، هكذا أتوقع. ليست لدي معلومات، ليست لدي، أتوقع أن التطور الحالي سيعقبه إعلان لمعارضة النظام ككل. طيب، هناك في هذا الإطار أيضا محاولات من المعارضة، يعني المناوئة للتعديلات الدستورية، للاستقواء بهؤلاء الشيوخ الذين صوتوا بلا، أو محاولة احتوائهم. يعني هل يحافظون على أن يكونوا خطا ثالثا وإن مال نحو المعارضة، أم ينضموا إليه؟ نعم، نحن سألنا في اليوم الأول من التعديلات الدستورية، من إسقاط التعديلات الدستورية، سألنا المنتدى حينها كان الرئيس مسفل، سألناه هل لديهم طموح سياسي في استقطاب، وبالمناسبة لم يفهم مفرد استقطاب، استقطاب أعضاء الشيوخ المصوتين ضد التعديلات. قال إنهم يعرفون مكاننا. أعتقد أن الرأي الثاقب للمعارضة، الطرف الذكي من المعارضة، من مصلحته أن يبقى الشيوخ كما هم الآن، لأن قوتهم، قوة إحراجهم تكون في أنهم جزء من النظام وعارض النظام. أما إذا أصبحوا معارضة علنية فحالهم مثل حال جميع الأحزاب المعارضة، وبالتالي لن يكون لهم تأثير كبير. أعتقد أن من مصلحة المعارضة أن يبقى الشيوخ على حالهم الآن، ومن مصلحتهم ككيان أن يبقوا مستقلين. بالتأكيد أن هناك وجاهة رأيهم السياسي والدستوري والقانوني يشوش عليه أنهم يريدون يبقى على المجلس الذي ينتمون إليه. طيب، محاولة المعارضة هذه المناوئة للتعديلات الدستورية باستقطاب هؤلاء تتجلى في حضورهم هنا وهناك لبعض المؤتمرات الصحفية وغير ذلك، أيضا بالمقابل الأغلبية ممثلة في الحزب الحاكم تحاول يعني أن تتجاوز هذا المشكل وأن يقبل الشيوخ بتعديلات دستورية التي تلغيهم. يعني حتى الآن لم نلاحظ أن الأغلبية تهتم بمجلس الشيوخ، العكس، يتقوم بدفعهم إلى المعارضة، يريدونهم معارضين أكثر ما يريدونهم. هناك أيضا صحيح أن ظاهرة استقطاب في نظام نفسه في مؤيد النظام اختفت بعد إزاحة بعض الأطراف، ولكن تبقى هناك أطراف تريد أن تحسب على النظام، والنظام وجهات معينة في النظام تقوم بإزاحتها إلى المعارضة. هناك لعبة خفية غير ظاهرة ولكنها ملاحظة. حتى رئيس الحزب الحاكم استدعى مقربين من 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 رئيس مجلس الشيوخ مثل الحاج في مدينة روسو في إطار التنسيق معهم. لا أقول إنه في إطار حلف ضد السناتور، ولكن كونه يسحب بساط، وهذا يمكن أن أقول أنه وقع، يسحب بساط من تحت رئيس مجلس الشيوخ في مدينته، مدينة روسو، ويقوي الأطراف المناوية له، النائب السابق، سياسيين آخرين ينتمون إلى مدينة روسو، هذا يدل على أن النظام حزبا وحكومة يدفع بهؤلاء
ويعتقدوا أن هؤلاء لا شعبية لهم ويريدوا أن يتركهم معزولين من شعبيتهم ومعزولين وبعيدين من النظام. لكن هل لهؤلاء مثلا تأثير قوي حتى لو بقيت لهم شعبيتهم ويعني مالت حيث مالوا إن قاطعوا قاطعت أو شاركوا شاركوا يعني هل لهم تأثير حقيقي فعلي في صناديق الاقتراع؟ عادة الشيوخ يتم انتخابه عن طريق عدد المستشارين. سنة 2007 حدثت مضاربات كبيرة في هذا الموضوع، رغم أن هناك شيوخ نجحوا بطريقة شفافة ونزيهة جدا وهم يمثلون رقما مهما. أعتقد أن لا توجد أحلاف واضحة لكي يحدد لك السناتر الفلاني لديه شعبية، ولكن من المؤكد أن لكل واحد منهم شخصيته المعنوية في دائرته الانتخابية، لديه تأثيره ولديه علاقاته مع المسؤولين والوجهاء ورؤساء القبائل وسياسي رؤساء القرى. يعني لو بذلوا جهدا بإمكانهم أن يؤثروا على النتيجة، لكن لا يبدو أن الشيوخ مهتمين ببذل جهد شعبي ونضالي على الأرض، لأن ذلك سيكلفهم مبالغ مالية، سيكلفهم السياسة الموريتانية تصنع بالمال هكذا. أعتقد أنهم يريدون فقط مواجهة إعلامية، إحراج، يريدون لمشكلتهم أن تكون قانونية دستورية ولا يريدونها أن تكون نضالية وشعبية. أعتقد أن حتى نحن ما زالت أيام قليلة عن استفتاء وهم لم يعلنوا أنهم سيشاركون ويصوتون ضدهم، يعتبرون أن الاستفتاء من أصله غير شرعي وغير قانوني وغير سنثير وصاوبان. لكن هل باتهم أيضا، هل باتوا يدركون أنهم أصبحوا من الماضي؟ لم يدركوها، هم ما زال لديهم أمل. وأعتقد أن هذه معركة اللحظة الأخيرة كما وصفتم هي فعلا معركة اللحظة الأخيرة، بقى يكونون أو لا يكونون. هم يأملون أن تتراجع السلطة عن الاستفتاء، يأملون أن يسقط الاستفتاء، لديهم أمل في بعض المعارضات المتعلقة بالنشيد والعلم، يأملون من المواطن أن يصوت ضد هذه التعديلات، يريدون يتمنون إن جاز لنا أن نصف بهذا الوصف، يتمنون أن تسقط التعديلات بشكل مفاجئ كما تفاجؤوا هم بإسقاطهم هم أنفسهم لتعديلات. أعتقد أن الموضوع لم يكن منسقا كما فهمنا حينها، وإنما كل واحد يصوت ضد التعديلات حتى سقطت. هم يريدون مفاجأة من هذا النوع بالنسبة للاستفتاء الشعبي. مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. تعلن قناة المرابطون لجميع المشاهدين الراغبين في الإعلان على القناة أنها تضع خدماتها بين أيديهم، تقنيات عالية في التصوير، في المونتاج، في الإخراج وفي الجرافيكس، معدات وآليات متطورة بالغة الجودة والدقة، فنيون مختصون في مختلف المجالات وصحفيون أكفاء. لإعلاناتكم ورعاياتكم وتغطيات نشاطاتكم يرجى الاتصال على الأرقام التالية: المرابطون، قناتك الأولى في وطنك.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل النقاش في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها موضوع حراك الشيوخ المناهض للتعديلات الدستورية المرتقب الاستفتاء حولها في 5 أغسطس المقبل، مع ضيفنا سيد محمد بن العمش المدير الناشر لصحيفة مراسلون. أهلا وسهلا. الواقع أن موضوع التعديلات الدستورية يتجاوز صراع الشيوخ والنواب إلى صراع يعني أكبر بين الموالاة والمعارضة، المعارضة المقاطعة للحوار الذي كانت هذه التعديلات الدستورية نتاجا له. يلاحظ أنه داخل المعارضة هناك خلافات بين من يدعو للتسجيل على اللائحة الانتخابية والتصويت بلا، وبين من يدعو لمقاطعة اللائحة أصلا. يعني مثل هذه الخلافات ما تأثيره؟ أعتقد أن القاعدة الشعبية للمعارضة ككل هي قاعدة واحدة. تلاحظ أنه إذا، وهذا مع هناك استثناءات، هناك مناضل خلص لحزب التكتل، ومناضل خلص لحزب التواصل، وآخرين خلص لاتحاد قوى التقدم وباقي الأحزاب، لكن هناك جمهور عريض هو الأكثر وهو الأكثر أوسع يعارض النظام، وبالتالي أي نشاط وأي دعوة يشارك فيها. يعني تلاحظ المهرجان التكتل الشهير، مهرجان كبير، مهرجان تواصل، مهرجان كبير، مهرجان المنتدى والمنسقية، ولديهم قاسم مشترك، هناك معارضين لا ينتمون، لا يتخندقون في أحزاب ضيقة، ولكن هؤلاء هم من هؤلاء يتحددوا قرار المعارضة العام بهم. وهنالك انعكاس لوسائل التواصل الاجتماعي لهذا المشهد. تلاحظ أن المدونين أصبح لديهم تأثير كبير في خلق رأي عام وطني. أعتقد أن كل طرف من المعارضة له مبرر وجيه فيما ذهب إليه. فمثلا حزب التكتل وإناد يدفعان بمعارضة نهائية، بمقاطعة نهائية حتى لا إضفاء الشرعي، وهذا يبدو أنه منهج قديم لدى الرئيس أحمد الدادة. يعني إضفاء الشرعية على شيء معين يقتضي مقاطعة، عفوا، سحب الشرعية من شيء معين يقتضي مقاطعته، ومن غير معقول أن تشارك في شيء كنت تقول إنه غير شرعي ولا الأسس التي بني عليها باطلة. هناك جناح سياسي يعتبر أن المقاطعة سلبية وأنها أضرت المعارضة من سنة 92 إلى اليوم، ويتمنى كما الشيوخ يتمنى أن تحدث مفاجأة بحيث هذه الهبة الشعبية المعارضة للتعديلات الدستورية تصوت لصالح عكس ما يريد النظام، وبالتالي يكون قد وجه ضربة موشعة، ضربة أخرى للنظام. لكن عدم توحد هذه المعارضة رغم اتفاقها على يعني رفض هذه التعديلات، عدم توحدها بشأن موقف موحد لا يكون لصالح النظام مثلا؟ لا يكون لصالح النظام، بالعكس. أنا أعتقد أن الجماهير المعارضة ستشارك، وفقط المقاطعة ستستخدم في الأروقة الدولية، في المنتديات العامة، في الصالونات السياسية. نحن قاطعنا، لم نشارك في هذه المنزلة، بالتالي إذا نجحت التعديلات يقول سبب نجاح أنهم قاطعوهم، وإذا سقطت يقول سبب أننا شاركنا. يكون هناك رأيين للمعارضة. أعتقد أن هذا التباين يخدم المعارضة أكثر مما يضرها. في النهاية كما قلت لك، هنالك معارضين يمكن أن أقول صوفيين مع أحزابهم، يحبونهم حبا جما خلص لهم وهكذا قواعد معينة، ولكن القاعدة الأعم الجمهور العريض من المعارضة هو معارض للنظام، سيكون مع المشاركين الذين سيشاركون بصوت بلا، سيكون معهم. هذا الجمهور هو اتساعه وقوته هي ما سيحدد نتيجة اللعبة. بالمقابل هل يبدو يعني البيت الداخلي للأغلبية متماسكا والآن أصبح على قلب رجل واحد؟ أنا أعتقد أن النظام مر في الأشهر الماضية بهزات قوية وتشرذم كبير. الآن يكاد الصوت الوحيد في النظام هو صوت حلف الوزير الأول ورئيس الحزب الحاكم
مع استثناءات قليلة. هذا الصوت هو الغالب وهو الذي انطوى تحته تنطوي تحته كل التيارات السياسية الموجودة الآن مع النظام والداعم للنظام. أعتقد أن النظام الآن في أحسن مراحله في أحسن أوقاته بالمقارنة مع الأشهر الماضية. طبعا هناك فترات مر بها أحسن من الآن، ولكن الأشهر الماضية منية بهزائم كبيرة، بهزات تشرذم تشاهدون. أعتقد أن الاستفتاء أيضا سيكون مرحلة فقط من المراحل القادمة. لا أعتقد أن الاستفتاء تم إجراؤه من أجل الاستفتاء. النهاية أعتقد أن موضوع التجهي إلى مأمورية ثالثة، الموضوع هكذا ألمس، هكذا ليس لدي معلومات يقينية ولكن لدينا تسريبات أن النظام يتجه فعلا لخلق ظروف مواتية لكي يتم تمرير هذا الموضوع. ورغم ذلك يعني الرئيس صرح في أكثر من مناسبة بعدم ترشح لمأمورية ثالثة، لن يترشح لمأمورية ثالثة لأن القانون يلزمه أن لا يصرح وأن لا يدفع بنفسه، ولكن إذا تم تعديل واحد للدستور سيكون التعديل الثاني سهلا. أعتقد أيضا هو هذا الجانب ليس بعيدا عن موضوع أن هناك استثمارات كبيرة جدا في موريتانيا تتعلق بالغاز، وهناك تنافس محموم بين الشركتي. هذا مرتبط بالموضوع بين الشركة البريطانية بتروليوم بيبي وشركة توتال الفرنسية، ويبدو أن النظام قد ينتهج سياسة معينة في التعامل معهم بتوازي. وتلاحظ إذا أصدر يوم مرسوم يسمح لشركة بيبي بترخيص، وفي نفس اليوم يقوم بشيء لصالح توتال. في اليوم الذي قامت به شركة بيبي بيوم تعريفي لها في موريتانيا تم ترخيص لرخصة لتوتال. ما علاقة ذلك الموضوع بهذا؟ علاقته أن هناك استثمارات كبيرة، والنظام يعتبر أنه نظام إصلاح، معارضه يعتبر أنه نظام فساد، ويقولون يقول الموالون أنهم لن يتركوا هذه الثروة، على الأقل لن النظام ككل لن يترك هذه الثروات الطائلة التي حينما يكتشف الغاز في موريتانيا سيكون قريبا من أمريكا عرض البحر، وبالتالي يكون غاز الخليج غير مهم بالنسبة للأمريكيين، وهناك استثمارات كبيرة لا أعتقد أن النظام يغادرها. إن غادرها رأسا فلن يغادرها كيانا. وهذا ما يصرحون به يعني قادة الأغلبية وغير ذلك من أن النظام مستمر، ربما النظام في إشارة مستمر، وهناك إشارات أكثر توضيحا النظام تمثلا في شخص الرئيس الرئيس محمد المحم في تظاهرة 37 كيلومتر على طريق القوارب قال إن المعارضة تقول لهم تغضب كلما صرحوا بهذا. أقول لكم أننا متمسكين بالرئيس محمد العزيز ما بعد 2019. أعتقد أن الموضوع صريح. صحيح الرئيس لم يقل هذا وسيقول في مقابلة أنه يترشح، ولكن سيخلقون هذا تصور. أنا الآن لا أتكلم عن المعلومات، لكن هذا ليس الهدف منه مثلا شغل المعارضة التشويش عليها كل ما حاولت. قد يكون رأيا، هناك أيضا انطباع، هناك أيضا فكرة أخرى تعلق أنه بعد أن سبب إسقاط التعديلات الدستورية هو أن الرئيس قال أنه لن يترشح، وبالتالي فهم النظام أن خطة الشفافية التي استجاب الغربي واستجاب المواطنين استجاب لهم بشأنها لا تصلح لمجتمع تقليدي مثل موريتانيا. فالموريتانيون متعلق بمن لديه كرسي، إذا قال إنه يترشح خلاص ينتهوا يأخذون واحد آخر، وبالتالي من قد يكون أمر ترويجيا، ولكن بالمقارنة مع هذه المواضيع الاقتصادية وأن الاستفتاء سيكون بالون اختبار لتعديلات أخرى ولاستفتاءات أخرى، حينما تجمع هذا الكل قد تميل إلى أننا فعلا مقبلون إلى
تعديلات أخرى وإلى استفتاءات أخرى. وهل المعارضة مستعدة يعني لمثل هذه أنا التحديات؟ أنا لا أعتقد أن المعارضة تواجه الأمر بشدية كبيرة. أعتقد أن المعارضة ترى أن الموضوع مجرد مناورات وبالتالي ليس بيدها شيء في النهاية. هناك السياسة في موريتانيا تحتاج إمكانات معينة لا تمتلكها المعارضة. هناك جمهور فعلا حزب التواصل لديه قوة شعبية قوية والتكتل والاتحاد تقدم. باقي المعارضة شخصيات رمزية يتحدثون في السياسة. لا أعتقد أن لديهم القوة لإجهاض ولكسر طموح النظام في البقاء. إذا لم يأتي شيء خارج السياق موقف دولي معين، أعتقد أن الاستثمارات التي أشرت إليها قد تلين الموقف الغربي لصالح النظام. في النهاية توتال هي شركة فرنسية ملاكها ولديهم رأي في القرار الفرنسي خاصة في إفريقيا، وفرنسا تعرف أن موريتانيا دولة إفريقية عربية لم تكن معجزة في موضوع الديمقراطية وبالتالي غير مهتمة في الحقيقة بالشفافة الديمقراطية فيها، ولكن مهتمة بمصالحها. هذا الرأي موجود لدى بعض. إذن الموضوع الاقتصادي يلقي بظلال يعني كبيرة والمحدد من يعول على الموضوع يعول السياسي، من يعول على الشفافية الغربية في موضوع المأمورية الثالثة وموضوع الانتخابات وموضوع القانون في موريتانيا. أعتقد أنه لا يعرف المصالح الغربية، لا يعرف كيف ينجرف الغربي ويتجرد من ذاته الديمقراطية وذاته الشفافية في بلده ليدعم الانقلابات في إفريقيا ويدعم أنصاف الديمقراطية. أنا دائما أقول أن موريتانيا دولة عربية إفريقية، يجب أن لا نكون متفائلين بخصوصها كثيرا. يمكن أن نرضى بشيء من الديمقراطية بجزء يسير من الشفافية، لكن أن نكون ديمقراطية شفافة فهذا الأمر صعب جدا. أعتقد أن شركة توتال تمثل رأي فرنسي، وأنها أن التطبيع أيضا الفرنسي موريتاني أتى بعد الاستثمارات في توتال، وهنالك أسرار. يبدو أن قوة النظام أيضا أهم شيء يمتلكه النظام هو سرية المعلومات. تلاحظ أن هذه المعلومات خرجت لمرة واحدة في وقت واحد، لكن بعض هذه المعلومات أيضا لا يكون دقيقا، يكون مسرب الهدف منه، يعني ربما التعمية للطرف المعارض مثلا وإرباكه بتصريحات من هنا وهناك، التعمية ويبقى ينتظر ما هو رسمي. إذا كان الإعلان من النظام نفسه باتجاه مواطنين فهذا قد يكون تعمية. إذا كان الإعلان يأتي من شركة توتال، يأتي من شركة بيبي، يأتي زورك الرئيس المدير العام لبيبي في موريتانيا، شخصية كبيرة جدا وازنة جدا، هذا الاهتمام الغربي. زرك وزير الخارجية مرتين ومعه في احدى وزير المالية في احدى مرات جري معه مسؤول اقليمي في توتال. اعتقد ان هناك اهتمام غربي. ايضا موضوع الارهاب قد يؤثر على بقاء النظام، خصوصا بانه الان لدينا قوة الساحل. فرنسا تتجه الى دعم هذا الموضوع، ويعتبرون الرئيس عبد العزيز ليس رئيسا سياسيا ولا رجلا سياسة ولكن قائدا عسكريا، يحكون يعتبرونه انتصر على الإرهاب سنة 2010 و2011 ودحره. المعارضة أخيرا، يعني المعارضة والمرشح الموحد في الانتخابات الرئاسية، هل يبدو الأمر مجرد حلم؟ بعد وفاة الرئيس علي بن محمد فال أصبح الموضوع صعب جدا، هناك شكلوا لجنة يرأسها الدكتور يحيى الواقف. هذه اللجنة لم تقم بنشاطات معلنة على الأقل، لم تصرح، لم تقم باجتماعات معلنة. أعتقد أن الموضوع جلوه، حيث كانت كل الاتجاهات تدفع برئيس علي بعد رحيل رئيس علي رحمة الله عليه. تبدو الرؤية غير واضحة من المعارضة.
إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا سيد محمد بالعمش المدير الناشر للصحيفة مراسلون. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج المشهد. لكم تحايانا جميعا، السلام عليكم.